جيتكم اليوم بواحد لا سوب ديال فروي دو مير سي فود. المهم غادي نحتاجو فيها بصيله، وغادي نحتاجو فيها قبط غير شويه ديال الكرافس، وغادي نحتاجو فيها خزويه واحده والكروفيت وشويه ديال الحوت، اي نوع ديال الحوت اللي عندكم. المهم بامكان لكم ديروا الكلامات، ديروا الحوت الابيض، اي حاجه. المهم كنشدو ديك البصله ودوك الكرافس وداك الخيزو، كنشلدو كنقطعوهم هكا يا دواور، كنشدو كاسخول كنديرو فيها شويه ديال زيت العود، وكنخوي فيهم ديك العناصر كلها، وكنخليهم يتقلاو مزيان 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 مع ديك زيت العود. وكندير ثلاثه دريسات ديال الثومه. الا ما عندكمش انا اكتفيت غير بالمعلقه ديال الثومه باودر صافي. من بعد نخلي داكشي كيتشحر مزيان. من بعد كناخد القشور ديال الكروفيت، ديجا ماما كي كتكون دايراهم هذا طحناهم ودايراهم في الفريكو. اللي ما بغاهاش تجي قاصحه بزاف دوك القشور ديال الكروفيت ما يديرهاش. من بعد كندير ورق سيدنا موسى ورقه واحده صافي. هنايا من بعد ما تشحروا ليا مزيان 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 صافي، كنكب الماء، كنكب واحد لتر ديال الماء صافي. من بعد كنخليها حتى كنحس بديك خيزويه طابت صافي. من بعد كنمرق وكنخلي داكشي كامل يطيب، واكيد مع شويه ديال الملحه ضروري. من بعد غادي نخلط كل شيء في الميكسر صافي. من صافي بعد قلت لكم غادي ندوز صافي. من بعد غادي نشد مقله اخرى، والا بغينوها تجي هكا كريميه، تجي سوب كريميه، غنشدو مقله غنديرو فيها معلقه ديال الزبده، وغنديرو فيها جوج معالق ديال الطحين. ومن بعد ما غادي يذوبو غادي نكبو ديك الشوربه كامله، غنكبوها وصافي. وغادي نديرو المليحه والابزار، فلفل اسود صافي. وعلى حسب نتوما واش بغيتوها عاقده بزاف ولا بغيتوها غير شويه، مهم على حسابكم نتوما وشنو بغيتو صافي. من بعد عاد غادي نرمي عليها داك الكرو صافي. قلت لكم من بعد غادي نرميو داك الكروفيت اللي عندنا، وانا عندي شويه ديال الحوت الفرخ صافي. وغادي نخليه حتى نحس بها بدات كتعقد شويه، وانتم عارفين الحوت الابيض والكروفيت دغيا كيطيب صافي. كيف ما قلت لكم كنخليوها هكا، نحسو بها هكا يتشربات شي شويه صافي. وصافي وغادي نقدموها وكتجي وتربوها بالصحة والراحة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، ورمضان مبارك سعيد، وما تنساونيش من لايك، ولأول مرة غادي يشوف القناة ديالي ينزل ويشترك ينزل ويدير ضغط تفعيل الجرس ولي كومونتير زوينين بحالكم. وشكرا بزاف بزاف بزاف.